صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. فاليوم الجميل يوم الاثنين، حبك الاثنين، أول يوم من هذا الأسبوع، ثاني أسبوع من شهر رمضان الكريم. ما شاء الله رمضان عقوتهم يطير طيران، ما شاء الله اليوم أعتقد يوم عاشر يوم رمضان طار. تونا نقول متى بيجي رمضان، وصلنا اليوم العاشر. الله إن شاء الله يعود علينا وعليكم بالصحة والبركة، الله يتقبل منا الطاعة إن شاء الله، ونستثمر ما تبقى من رمضان. ترى كل يوم يا جماعة وكل ساعة من رمضان ممكن نستثمرها لتحسين نفسنا، سواء روحيا دينيا نفسيا، ممكن نستفيد من رمضان كل ساعة من هذا الشهر الفضيل. بعد باجي قدامنا إن شاء الله توقع 20 يوم لين ما يهل علينا العيد، عيد الفطر السعيد. فبعد في مجال نستغل الأيام، لن أجل مباشر نقول باكر بسوي باكر بسوي. تشوفون أيام الطير، وصلنا الثلث الأول تقريبا من رمضان خلص، فخلنا نستفيد من هذا الشهر الفضيل عشان نكون إحنا بصحة وسعادة. وأكيد صحة وسعادة هو برنامجكم اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة النور دبي. نطلع عليكم كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:06 تقريبا إلى جريب الساعة 11، نناقش معاكم المواضيع الطبية اللي تهمكم، نطرح فيها أخبار محلية أو عالمية فيها مواضيع تهمكم، ونستضيف أكيد الضيوف اللي يطرحون مواضيع الصحية اللي الساخنة على الساحة اللي نحس أنها ممكن تهمكم. مثلا اليوم مثلا دائما فقراتنا، ودائما فقرة التغذية موجودة، وفقرة التغذية اليوم بتكون عن السحور الرمضاني المتوازن، وهو موضوع مهم جدا، خصوصا وايد من الناس وأنا منهم أصلا ما نتسحر، أو في ناس إلى الآن قد ما تعرف ترتب لوجبات السحور. دائما يعني الوجبة الرئيسية الأثجل في رمضان هي الفطور، نحط عليه كل ملذ وطاب. السحور الناس بالعادة تحتار فيه، تبغى شيء خفيف لكن في نفس الوقت شيء مغذي، شيء ما يخليها تعطش خلال اليوم، شيء يعطيها طاقة عشان تروم تواصل الصيام. تقريبا قاعدين نصوم احنا 14 ساعة، فاليوم ان شاء الله بكون عندنا أخصائية التغذية مريم بتخبرنا عن السحور الصحي المتوازن. والفقرة الأخيرة بتكون عندنا عن الأمراض التنفسية والصيام، فتشوفوا كيف حتى الجهاز التنفسي يتأثر بالصيام، لأن الصيام حالة خاصة يمر فيها الجسم، تساعد الجسم دائما أن يتخلص من السموم، أن يجدد نفسه. فبتكون عندنا هذه الفقرة، وطبعا أكيد فقرة السوشيال ميديا بتكون عندنا بعد ما نقرأ لكم الخبر. الخبر يقول ارتفاع الكوليسترول المبكر عامل خطر للزهايمر. وجدت دراسة بريطانية حديثة أن ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وارتفاع الجلوكوز أو السكر بالدم في سن 35 سنة يرتبط بتطور الزهايمر في وقت لاحق من الحياة، حيث يعتبر الزهايمر من بين الأمراض التي زاد انتشارها في العقود الأخيرة. وتساعد نتائج الدراسة التي أجراها البروفيسور زياو لينغ تشانغ من جامعة بوسطن الأمريكية على فهم الارتباط المبكر بين زيادة مستوى الكوليسترول والسكر بالدم وبين تطور مرض الزهايمر. قال تشانغ بالرغم من أن الدماغ يحتاج إلى الكوليسترول، وهذه معلومة صحيحة، إلا أن ارتفاع مستواه في عمر مبكر يؤدي إلى تفاعلات كيميائية في الدماغ، كما تؤدي زيادة مستوى الجلوكوز المستمر إلى التهاب عصبي مزمن. أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع الكوليسترول ليس فقط عامل خطر للإصابة بأمراض القلب مثل ما دائما احنا نقول، لكن عامل تطور الخرف والزهايمر أيضا. فمثل ما تشوفون أن ارتفاع الكوليسترول، يعني ما حد كان قبل رابط ارتفاع الكوليسترول بالزهايمر، كان يقول ممكن يسوي جلطات في المخ، ممكن يسوي جلطات في القلب، لكن إنه ممكن يطور من الزهايمر، هذه معلومة جديدة حسب الدراسات اللي قاموا فيها. طبعا مثل ما قالوا في سن صغير، يعني 35 سنة يعتبر سن جدا 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 صغير، يعني 50 يعتبر سن إلى الآن الشخص صغير، ما يعتبر كبير. الناس صارت تقدر تعيش فترات أطول، تعيش لين تصل عمر 70 و80 و90 سنة، وتكون صحتها بشكل عام أفضل من أقرانهم كانوا قبل 20 أو 30 سنة، بفضل طبعا تطور الخدمات الصحية. فلنحافظ دائما على أن نقوم بالفحوصات الدورية حسب توصيات الطبيب. يعني الدكتور يقولك
سوي فحص مره كل سنتين، اذا كنت من عمر 18 سنه بالعاده ننصح مره كل سنتين الى 3 سنوات تسوي تحليل شامل عشان نشوف الكوليسترول والسكر وغيره. وانصح الجميع رجالا ونساء من عمر 45 سنه بالقيام بالكشف المبكر عن سرطان القولون. انا ادري سرطان القولون ممكن ما نتكلم عنه كفايه، دائما التركيز يكون على سرطان سرطان الثدي عند النساء وشويه على سرطان عنق الرحم، لكن ما نتكلم وايد عن سرطان القولون. من الحين حسب التوصيات الحديثه، ترى قبل كانت توصيات تقول من عمر 50 تقوم بالكشف المبكر عن سرطان القولون، الحين اكتشفوا ان الناس تحت عمر 50 عندهم سرطان القولون قد يكون منتشر في مراحل متأخرة العلاج، فمن عمر 45 سنة. فإذا أنت كنت من عمر 45 سنة سواء كنت رجل أو امرأة، أو كنت رجل أو امرأة مع، خصوصا الرجال سرطان القولون يصيب رجل أكثر من المرأة، أو إذا كنت رجل أو امرأة وعندكم عامل خطورة مرتفع، عندكم تاريخ عائلي في الأسرة، العم الجد الأب كان عنده سرطان القولون، قد تكون مهيئ للفحص المبكر قبل سن 45 سنة، عمر 40 سنة 39 سنة، توجه لطبيب الأسرة واطلب منه الفحص المبكر لسرطان القولون إذا كان عمرك 45 سنة، وإذا كنت أصغر من هذا مثل ما قلنا عندك عامل خطورة توجه لطبيب الأسرة واشرح له عشان يطلب لك التحليل. التحليل قد يكون هناك أكثر من طريقة للتحليل حسب ما ينصح فيه الطبيب، يعني في أكثر من طريقة للكشف المبكر عن سرطان القولون. في نفس المجال نذكر النساء بضرورة الفحص الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. هذا السرطان الكثير من النساء ما تهتم فيه، ما تبى تسوي مسحة عنق الرحم، تقول ما له داعي، ما في حد في العائلة عنده، مو لازم، سويت أنا مرة قبل 5 سنوات ما في داعي نعيده. يجب أن يتم الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، لأن للأسف كثير من النساء يتم اكتشافه في مراحل جدا متأخرة ويفتك بها النساء، وممكن كان بمسحة خفيفة من مسحة عنق الرحم يتم الكشف المبكر، بالتالي نتفادى لنخسر حياتنا ونخسر صحتنا بسبب سرطان ممكن الكشف عنه مبكرا. فدائما نذكر بسرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، وسرطان القولون، يجب هالأمراض دائما لها كشف مبكر. فخلينا ناخذ قرار هالأسبوع ان احنا راح نتوجه لطبيب الأسرة، ناخذ موعد ونصير طبيب الأسرة ونقول له انا ابا حسب حالتي، حسب عمري، حسب ظروفي الصحية، حسب تاريخ عائلتي، اطلب فحص مبكر او كشف مبكر عن اي من السرطانات التي يمكن الكشف عنها مبكرا. احنا ما راح ناخر اسماء، خذنا شوي وقت. اسماء، اسماء الجناحي بتخبرنا جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي يا اسماء. صبحكم الله بالنور دكتور، عليك وعلى كل المستمعين اذاعه نور دبي. حياك الله يا أسماء، شو جديد السوشيال ميديا لليوم؟ يعني من الأشياء المهمة في قنوات التواصل الاجتماعي الإعلان اللي حطيناه، ويقول نوجه إعلان السادة المتعاملين بأنه سيتم إغلاق محطة فحص كوفيد 19 في نادي النصر ونقل الخدمة إلى مراكز الفحص الأخرى التابعة لهيئة الصحة بدبي، وذلك ابتداء من تاريخ 11 أبريل 2022 واللي هو تاريخ اليوم. فمن اليوم الخدمة غير موجودة في نادي النصر، وممكن المتعاملين يتوجهون لمراكز الثانية، جميع مراكز هيئة الصحة من خلال المواعيد، ما عدا 3 مراكز اللي هي الفحص من المركبات، اللي هي مركز المنخول ومركز ند الشبه ومركز ند الحمر. هالمراكز الثلاثة درايفر وتابع لهيئة الصحة مع بشراتهم عينينا، حسب ما تستعمل على مدار الساعة 24 ساعة وهي من دون موعد مسبق، ممكن يتوجهون له في أي وقت خلال اليوم. هالخيمة مش المركز الصحي اسمه صح؟ لا، هاي مو بالمركز الصحي، في 3 مراكز خيم الفحص من المركبة هي تابعة لهيئة الصحة بدبي ومفتوحة على مدار الساعة. ممتاز، فممكن انهم يروحون لهالمراكز الثلاثة اللي هي موجودة، اعتقد ند الحمر موجودة عند مصلى العيد اعتقد، وفي وحدة في ند الشبه، في وحدة في المنخول. فهالـ3 أماكن الخيام اللي فحص من المركبة هي من دون موعد مسبق وتعمل على مدار الساعة وعلى طوال أيام الأسبوع، فممكن هم يبدون يتوجهون لهالـ3 مراكز الموجودة. تقريبا أهم شيء عندنا كان التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، ونتمنى تكونين دائما إن شاء الله بصحة وسعادة.
نريد نذكر باللي قالته أسمى بخصوص مركز نادي النصر كان في خدمة المسوحات أو البي سي آر. من اليوم ما راح تتوفر الخدمة فيه، خلاص راح يتسكر. الحمد لله والشكر إن بدأت مراكز المسح تتسكر شيئا فشيئا، معناه ترد الحياة الطبيعية، لأن كثير من الدول والأماكن وقفت تطلب المسحة قبل ما تدخل الأماكن أو قبل ما تسافر هذه الدول. ممكن تسوون المسحة في الخيام التابعة لهيئة الصحة بدوية، هي مراكز المسح مو بش المراكز الصحية. مراكز الصحية متوفر فيها المسح بالمواعيد، ولكن مراكز المسح التابعة لهيئة الصحة اللي موجودة في المنخول وند الحمر وند الشبا أظن قالت، على مدار الساعة درايف ثرو من غير مواعيد، أسهل لكم عن طريق السيارة، ما يحتاج موعد، تخلصون وتروحون. راح نروح إن شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل مثل ما قلت لكم بتكون عندنا فقرة التغذية اللي تهمنا جميعا عن السحور الصحي المتوازن، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، صحة وسعادة، رجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا يساعد انتقاء الخيارات الصحية لوجبات السحور والتركيز على تناول السوائل على التأقلم بشكل أفضل مع الصيام وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة خلال فترة الصوم. فالفقرة أعزائي المستمعين بنتكلم عن السحور الصحي المتوازن، يسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الأستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة مريم. صباح النور دكتورة ندى، وصباح النور للمتابعين الكرام، حياك الله بصحة وسعادة. نتكلم أول شيء طبعا موضوع جدا جدا مهم، موضوع السحور وكيف أتأكد أن سحورنا مناسب عشان يساعدنا على الصيام وما نعطش. فنبتدي أول شيء عن نتكلم عن مكونات الوجبة المثالية للسحور الصحي. نعم إن شاء الله قبل لا نبتدي نتكلم عن المكونات، بس حبينا نعطي مقدمة بسيطة اللي هي أن خلال شهر رمضان طبعا يصير تغيير جذري على الكثير من الممارسات والعادات اليومية في حياة الإنسان الصائم، وأهمها اللي هي التغيير في مواعيد الوجبات الغذائية اللي هي من 3 وجبات أو 4 تصير إلى وجبتين رئيسيات اللي هن وجبة الإفطار ووجبة السحور. تعتبر طبعا وجبة السحور من الوجبات الرئيسية خلال شهر رمضان. أسبجي لازم إحنا نحاول نختارها بعناية. ليش؟ لأن مثل ما عارفين أنه يكون في بعدها وقت صيام طويل. صحيح. ومثل ما هو معروف ممكن الإنسان يتعرض للتعب والصداع أثناء النهار، الجوع والعطش والكسل، خربطة في الجهاز الهضمي، خربطة ممكن تستوي في مستويات السكر، ضغط الدم. فلذلك لازم نحاول نختار وجبة السحور بعناية اللي هي لازم أول شيء تكون متوازنة، تكون وجبة خفيفة ولكن ذات قيمة غذائية عالية. ممكن إحنا ناخذ فيها مجموعة من المجموعات كلها بس وجبة خفيفة. مثلا إذا بنقول التمر واللبن، تعتبر هاي وجبة متكاملة فيها كل المجموعات الغذائية من النشويات، من البروتين، من الألياف، الفيتامينات، وكذلك المعادن. ممكن نحن نركز على مجموعة النشويات اللي هي النشويات المركبة اللي تكون غنية بالألياف أساس أنها تتم في المعدة فترة طويلة والإنسان ما يشعر بالجوع، مثل عندنا الخبز الأسمار، إن الحبوب الكاملة، البرغل، الشوفان من الأشياء الممتازة إذا الواحد يتعود يأخذها على السحور. عندنا مجموعة البروتينات من المجموعات المهمة اللي المفروض الواحد بعد يركز عليها، مثل عندنا البيض، الأجبان بس الأجبان الغير مالحة، عندنا البقوليات ممكن نحن نقدر كذلك ناخذها
ممكن لحوم ودواجن، هاي الأشياء ممكن أخذها بس بكميات بسيطة على شكل سندويشات مثلا، هاي الأمور ما يمنع نقدر نحن ناخذها. كذلك الفواكه والخضار ما ننساها، يفضل أن نحن ناخذها لأن فيها كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. وما وأهم شيء إن ما ننسى شرب الماء. في ناس تركز أو تعتقد إن كفاية إنها تمزر معدتها بالماء فترة السحور، وهذا الاعتقاد يعتبر خاطئ. يفضل قد ما نقدر نحن إن نتدرج في شرب الماء من وجبة الإفطار لين وجبة السحور. ممتاز. الحين ذكرتينا بعض الأطعمة اللي المفروض نركز عليها مثل الألبان والأجبان اللي ما تكون مالحة، وأهمية وجود الخضروات والسلطة. شو الفواكه بشكل عام تنصحين ناخذها مع السحور؟ وهل تفضل نبتدي فيها السحور، يعني نبتدي أول شيء السحور بالفواكه، ولا ناكل مثل وجبة رئيسية مجهزينها وبعدين ناكل الفاكهة؟ وشو الفواكه اللي ننصح فيها عشان الناس ما تحس بالعطش؟ الفواكه بشكل عام، هي الفواكه كلها نحن نقدر ننوع فيها. في بعض الناس تحب تاخذ فاكهة الموز لأن فيها كمية نشويات عالية، صحيح. وفيها في نفس الوقت فيها ألياف بشكل عام. وفي بعض أنواع الفواكه فيها نسبة ماي، فحلو أن الواحد ياخذ الفواكه والخضار اللي فيها ماي مثل الخيار، اليح، البطيخ، التوتيات. بشكل عام ممكن الواحد ياخذ كل أنواع الفواكه، بس ما ينسى أنه ياخذها قبل أو بعد على راحته. ممكن أنه حتى فترة السحور ممكن تتدرج، يعني يبتدي بالفواكه أو ينهي بالفواكه، ما في مانع. بس مثل ما قلنا، ما يسجل على الوجبة هاي، يعني تكون وجباته بسيطة بس متنوعة وفيها كل المجموعات الغذائية. ممتاز. وشو لو الأطفال صايمين؟ في أطفال ما شاء الله عليهم عمر 8 9 يحاولون يصومون خلال النهار، شو اللي تنصحين نركز عليه في سحور الأطفال؟ نفس الشيء سواء الأطفال أو الكبار، الاحتياج الغذائي للمجموعات الغذائية كلها مطلوبة، لازم الواحد يركز عليها. وعندنا بالنسبة للأطفال البروتينات ممكن يركزون عليها بشكل كبير، الحليب والألبان يركزون عليه بشكل كبير، وكذلك الخضار والفاكهة محتاجينها أساس أنهم شهر رمضان. وبعد في أطفال مقبلين على المدارس اليوم، أعتقد فيه بدوا مجموعات أعتقد أنهم يسيرون المدارس. صح، راحوا المدارس، وأكيد الأمهات اللي عيالهم صايمين تأكدوا أنهم تسحروا سحور جميل ومفيد. وأنا دائما أنصح الأمهات بعد إذا الطفل صايم يتواصلون مع المدرسة ويخبرون الطفل صايم، عشان المعلمة تقدم الدعم للطفل، تشجعه، تقول يعني باجي الصف ترى ما شاء الله عليه فلان صايم، أحس يشجع الطفل ويحس بالفخر وأنه هو يصوم أكثر. صحيح بالضبط، أنا معاك. بعد لو نتكلم أستاذة مريم عن الحوامل، المرأة إذا الطبيب سمح لها أن تصوم حسب حالتها الصحية، شو تنصحين المرأة الحامل تركز عليه في السحور؟ نعم، بالنسبة للمرأة الحامل أول شيء نتأكد أنها هي استشارة الطبيب في البداية، أساس أنها تعرف الصيام، وممكن هي تتعرض للمشاكل الصحية ومتى توقف الصيام في حالة حدوث أي مشاكل صحية. هذا أول شيء. وبعدين ما يكون فيه نزول وزن أثناء الصيام، خلل في السكر، أعراض ثانية مثلا ممكن تسبب لها أي مشاكل صحية فترة الصيام. إذا نقول على المرأة الحامل، بعد نفس الشيء المرأة الحامل لازم تركز على الوجبات كلها إنها تاخذها، وما تهمل ولا أي وجبة، وتكون وجباتها متوازنة.
من الخضار والفواكه تركز عليه بشكل كبير، مجموعة النشويات المركبة بعد تركز عليها بشكل كبير، البروتينات وكذلك الألبان مهم ضروري إن هي لازم تاخذ الألبان، والماي بعد ضروري لازم تحاول تشرب ماي أساس تتفادى حدوث الجفاف. ممتاز. في نصيحة أخيرة حابة توجهينها أستاذة مريم للمستمعين بخصوص وجبة السحور؟ نعم، في عندنا شغلات يفضل إن الواحد يتجنبها، اللي هي كثرة المشروبات اللي تحتوي على الكافيين، كذلك الوجبات اللي هي اللي تكثر فيها الدهون، السكريات، الحلويات، هاي كلها تساعد على أن الواحد يوع بزيادة، مش أنه يشبع نفسه في السحور ويحس أنه خلاص راح يومه بيكون ممتاز وما راح يحس، لا بالعكس، زيادة الحلويات والدهون هاي ممكن تساعد على أنه يشعر بالجوع بسرعة. كذلك عندنا المعلبات، الأشياء المالحة يحاول قد ما يقدر أنه يتجنبها. ممتاز. أنا شاكرة لك أستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص السحور الصحي المتوازن. شكرا لك ونهارك سعيد. نهارك أسعد دكتورة. طبعا مثل ما قالت أستاذة مريم ما شاء الله كفت ووفت بخصوص السحور. الهدف أو القاعدة الأساسية للسحور أنه يكون أكل خفيف متوازن، ما نثجل فيه، ما ناكل، ما شاء الله في ناس أحيد أعرفهم يأكلون سمك في السحور، ما شاء الله سمك وعيش ودهن وسمن، لا لا وايد، لا لا، هذا خلوه وجبة العشاء، الفطور خفيف، هذه الوجبة ما شاء الله ثجيلها يدخلونها على العشاء، يعني 10:30 شي تتعشون. السحور دائما خلوه خفيف ومتوازن، لأن بالعادة معظم الناس السحر تصلي وتلحق تنام ساعتين قبل الدوام، في نفس الوقت وجبة ما تعطشكم، ما تسبب لكم حموض أو نسميه بالعامية الصاهر. ترى وايد من الناس تستغرب أنه هي صايمة إيها الصاهر أو الحموضة، قد يكون بسبب بعض الأشياء اللي تناولها خلال السحور، الأكل يكون ثجيل، يخلي المعدة عندك مش مرتاحة طول اليوم، وما يخليك تستفيد من فترة الصيام. إذا أنت مثجل على الفطور على السحور، المعدة راح تكون مشغولة نص اليوم خلينا نقول في هضم اللي أنت أكلته على السحور، بالتالي ما راح تستفيد من الصيام، إن المعدة تتخلص من السموم وتجدد الخلايا وترتاح شوية وتستعد لوجبة الفطور. والأمهات اللي ما شاء الله عيالهم يصومون، ضروري الطفل يتسحر حتى لو قال ما يبقى، لازم توعونه على الأقل يشرب ماء، يأكل شيء خفيف عشان ما يكون مواصل. أو في أمهات تبعون طريقة أخرى، مع أن طريقة أنا ما أفضلها لأن فيها سهر الطفل، يعني تخليه يفطر فطور زين وبعدين تخليه يتعشى عشاء متأخر، 10:30 11:30 خليه يتعشى عشاء راهي وزين، عقب تخليه يرقد ثاني يوم. طبعا هذا شوي أخر موعد رقاد الطفل، خصوصا أن الحين الصبح في مدارس، يعني كان ممكن خلال الفترة اللي طافت نسوي هالشيء لأن الأهل كانوا أصلا في البيت، فممكن شوي يتأخر في النش الصبح، لكن الحين ردينا المدارس، فيفضل أنكم تحاولوا توعونه عشان يأكل شيء خفيف عشان يكون عنده طاقة لثاني يوم. ورد أقول تواصلوا مع مدارس عيالكم مع المعلمة وخبروها أن الطفل صايم، خصوصا يحفظهم الأطفال الصغار 8-9 سنين، خبروها عشان المعلمة تكون على علم، تشوف الطفل هل ظهرت عليه أثر تعب دايخ، تعرف شو الموضوع وتاخذ الإجراء الصح. ممكن تتواصل مع الممرضة، تتواصل معك أنت، ممكن تخلي الطفل يجرح صيامه، ممكن تجيب له عصير، تجيب له ماي، فمهم جدا. وأنا أفضل أمهات العيال مصيام يطرشون مع المدرسة أي سناك خفيف، تقول ماما إذا تعبت وايد اجرح صيامك وافطر عشان ما يضغط على نفسه وايد، يحس انه لازم يكمل اليوم، خصوصا يوم اول يوم للمدارس من بعد اجازة اسبوعين، قد يكون الطفل شوي يتعب، فيعني ما نشد عليه وايد. واهم شيء نبلغ المعلمة انه في سناك خفيف، عصير او كيك او شيء في شطة الطفل، اذا حسته دايخ تعبان ما يستجيب على طول تخليه يشرب او ياكل عشان لا سمح الله ما يدخل في غيبوبة او شيء بسبب انخفاض السكر. راح نطلع ان شاء الله الحين فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا الأمراض
التنفسية مو بالنفسية، الأمراض التنفسية والصيام. بيكون عندنا الدكتور حسن صابر أخصائي الأمراض النفسية في هيئة الصحة بدبي، فبقول تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصيحة على 4006. طبعا يعد الربو وحساسية الجهاز التنفسي أحد أكثر الأمراض الصدرية شيوعا بين أفراد المجتمع، والحين يعتبر تقريبا موسم الحساسية مع تغير الجو، تلاقي وايد من الناس تعبانين شوية، الربو والحساسية والكحة شوية زايد عندهم. وطبعا يعتمد علاج الأمراض التنفسية هذه بشكل أساسي على البخاخات وأحيانا على تناول الأقراص، لكن ما مدى تأثير الصيام على هذه الفئة من المرضى، وكيف يكون الصيام، كيف يمكن للصيام أن يكون آمن في ظل وجود هذه الأمراض؟ أنا طبعا مريض الربو أو الحساسية يستخدم البخاخ، وأتوقع حسب علمي البخاخ يفطر لأنه في الفم وفي طعم، فكيف ممكن مريض الربو أو الحساسية يصوم بأمان، وكيف ممكن الصيام يأثر عليه؟ بنتكلم أكثر عن الموضوع. يسرنا يكون معنا اليوم الدكتور حسن صابر أخصائي الأمراض التنفسية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور حسن. دكتور صباح الخير. أهلين صباح الخيرات. شخبارك؟ الحمد لله بخير. شخباركم إن شاء الله بخير؟ بخير كل عام وأنت بخير، ومبروك بخير عليك ما تبقى من رمضان إن شاء الله. الله يسلمك. تسلمي يا رب. الله يخليك دكتور حسن. دكتور مثل ما تعرف موضوعنا اليوم عن الأمراض التنفسية والصيام، بس نتكلم عن بداية أكثر أنواع أمراض الجهاز التنفسي تأثرا بالصيام. نتكلم عن الأمراض التنفسية بشكل عام والحساسية وكيف تتأثر بالصيام إن شاء الله. فأهلا أنت نحن نعرف أنه بالنسبة لحالات الربو بشكل عام والحساسية يعني نسبة تقريبا بالدولة بمعدل 8%. في عدة عوامل هي بتخلي الحساسية والربو تزيد بشكل عام، مثلا الطقس الحار، الرطوبة الغير طبيعية، هجمات من الساند ستورم اللي هي موجات التراب مثلا، كلها هي عبارة عن محرضات ممكن تساوي الحساسية تصير إلى الأسوأ. طبعا بالإضافة لهالشيء في عدة عوامل ثانية، مثلا الرياضة ممكن تنشط الربو والحساسية والجفاف بنفس الوقت. فنحن هلا بفترة رمضان ومثل ما نلاحظها هلا إنه الطقس مثلا فيه حار زايد، رطوبة عالية، أحيانا في موجات من الغبار ممكن تسبب تهيج بالأنسجة الرئوية بشكل عام، ممكن تساوي هجمات الربو بشكل زايد. هلأ العلاقة بين الصيام وبين هجمات الربو ما في علاقة حقيقية، إلا إذا كان الشخص مثلا يعمل في جو الحار وصار ترافق مع جفاف، عم بيشتغل أوتسايد يعني المنزل، وكمان في تلوث في الهواء، هذول من العوامل اللي ممكن تخلي هجمة الربو تصير إلى الأسوأ، ولكن ليس بسبب الصيام وإنما بسبب الظروف المحيطة بهذا الشهر بشكل عام. صحيح. نتكلم الحين دكتور عن أصحاب الأمراض التنفسية بالأخص أمراض الربو والحساسية اللي يستخدمون البخاخ، قد يستخدمون حبوب للحساسية أو الربو، كيف ممكن أنهم يمنعون أنهم تتطور حالتهم أو ينتكسون خلال شهر الصيام؟ تماما. نحن الحمد لله يعني مع التطور العلمي كان سابقا مثلا البخاخات تستعمل ممكن تكون فعاليتها مدة 4 ساعات 6 ساعات، مع التطور العلمي والأبحاث المستمرة هلأ في الحمد لله في عنا نوع من البخاخات ممكن تستعمل مرة واحدة في اليوم وبتكون كافية للوقاية، وفي من أنواع من البخاخات ممكن تستعمل مرتين في اليوم، وحتى بالنسبة للحبوب الخاصة للحساسية والربو ممكن حباية في اليوم. فبالتالي نحن اليوم بال 2022 وضعنا أفضل بكثير من عشرات السنين الماضية، وهذا بيساعد على الصيام. فممكن المريض اللي في عنده حالات من المشاكل الرئوية والربو وهالأمور يستشير طبيبه العام أو طبيب الصدري الخاص فيه،
وممكن يتم تعديل البخاخات اللي بيستعملها أو الحبوب اللي بيستعملها، بحيث أنه ممكن يأخذ البخاخ بعد الإفطار، ممكن قبل السحور بيكون هذا كافي، أو أحيانا مرة واحدة فقط بالليل، وإن شاء الله بيكون هذا كافي للوقاية. فالأدوية الحديثة الموجودة حاليا بالسوق ممكن تتعدل بحيث أن المريض ما يعاني من هجمات أثناء النهار، ويكون هذه الجرعة اللي عم بياخدها مساء تكون كافية لكل يوم التالي إن شاء الله. ممتاز. أتفضل دكتور. في طبعا نحن نعرف أنه مرضى الربو أحيانا لما تكون عندهم هجمة قوية بيحتاجوا نسميه نحن النبيولايزر، اللي هو مثل رزاز مع دواء، جهاز البخار. دواء جهاز البخار تماما. فهذا جهاز البخار يعني احيانا المرضى قد يحتاجونه، يكون في عندهم هجمه. فاذا كان في انا عندي هجمه حقيقيه من هجمات الربو ومع ضيق نفس وبحاجه استعمل هذا البخار، اختلف الوضع، يمكن ما لا يقبل الصيام بهاللحظه، ولا سيما من الحالات اللي فيها اكيوت اكسيرفيشن اللي هي الهجمه الحاده من الربو، بيحتاجوا كمان يكون عندهم good hydration، يعني يكون عندهم كمية السوائل بالجسم كافية في هالحالات. ما دون ذلك مثلا الأشخاص اللي بيستعملوا الماكينة هذا الرزاز البخاخ مثلا مرة أو مرتين بس بشكل روتيني وليس بحجمات متكررة، في هالحالات ممكن يستعملوا الماكينة مثلا بعد الإفطار وقبل السحور بشكل عام. ممتاز. دكتور حسن، متى تنصح مرضى الربو؟ الحين طبعا بدأ رمضان، لكن عشان يعني نجهزهم ان شاء الله حق المرات الجايه، انه متى تنصح مريض الربو انه يشوف، هل يحتاج انه يشوف اخصائي الامراض التنفسيه اللي هو يتابع عنده قبل رمضان بفتره، عشان متى ينظم له الجرعات او ينظم له موعد اخذ الادويه؟ تماما. هلا مثلا نحن اوريدي ب 17 رمضان، فممكن المريض اللي عنده مشاكل بالرئه اذا لاحظ بخلال هالعشر ايام الحاله التنفسيه اللي عنده أسوأ مما كانت مثلا من الشهر الماضي، فممكن من الان حتى انه يراجع طبيبه يتاكد انه هل في شيء غلط عم بيساويه، هل بحاجه لتعديل الادويه. هلا بس بدي اعلق على شغله ضروريه هون، نحن من العوامل اللي بتخلي حاله الربو تصير أسوأ احيانا هو قلس المعدي، اللي اذا كان انا اكل كميه كبيره من الاكل او سوائل او فيها سبايسي فود حاد زياده، فممكن جزء من الموجودات في المعده ترجع الى المريض، وبهالعوده لهذا القلس او نسميه جيرد ممكن يخلي تخريش في الانسجه الرئويه ويزيد من هجمات الربو. فمن احد العوامل تخلي الربو يصير أسوأ هو امتلاء المعدة والجرد وعودة الطعام والقلس من المعدة إلى المريض بشكل رئيسي. لذلك ينصح الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالرئة واللي عندهم مشاكل في المعدة والجرد أنه حتى لما بدهم يأكلوا يكون يمكن الأكل على وجبات خفيفة وكميتها أقل، وما يملأوا المعدة مثلا بسوائل. نحن كلنا نكون جوعانين عطشانين، بتشرب زيادة نأكل زيادة بعدين بنحس بالتخمة بشكل رئيسي. فبهالحالات الأشخاص هدول لازم يتعاملوا مع الأكل بشكل مختلف، تكون كميات قليلة، الهايدريشن والسوائل تكون كميتها مقبولة بس بشكل دفعات متكررة من بداية الفطور إلى السحور، وليس ممل المعدة مثلا قبل النوم يلا أنا لازم أشرب مثلا كاسين ثلاثة زيادة حتى ما أعطش ثاني يوم حتى ما أتجفف، هذا رح يساوي نوع من المشاكل. فبالتالي احيانا بعض المرضى بصير معهم تغيرات في الاعراض خاصه اثناء رمضان بس بسبب سوء طريقه الاكل والشرب اللي عم نستعمله اكثر ما انه حاله الربو والله غير متحكم فيه ابدا. صحيح. دكتور حسن، طبعا دائما احنا نقول شهر رمضان هو شهر فرصه ذهبيه للناس اللي مدخنة وتبقى يمكن تفكر تقلع عن التدخين أو تلاقي صعوبة في الإقلاع عن التدخين خلال أيام السنة، شو رسالتك في لهذا للمدخنين في شهر رمضان وكيف يستغلون هذا الشهر للإقلاع عن التدخين؟ طبعا هاي فرصة كتير كبيرة، بس في أشخاص ممكن ينظروا لها بطريقة مختلفة. على سبيل المثال يعني أنا لما بحسن ما أدخن طول النهار حوالي 12 ساعة 14 ساعة من النهار، فمعناها غالبا أنا جسمي ما أنه معتمد على النيكوتين.
بس في أشخاص ممكن نتيجة الصيام يحسوا بتعب، يحسوا بخمول، يحسوا بصداع مثلا لأسباب أخرى، فبيعتقدوا أنه يمكن لأنه أنا ما شربان القهوة، يمكن لأني أنا ما عم بدخن، صار معي أعراض انسحابية. فتلاقي بعد الفطور بشرب 3-4 سيجارات، يروح بيشيش لي ساعتين ثلاثة اللي هو لتعويض فترة النيكوتين، وهذا طبعا خطأ. وهون بالتالي بنصح كل المدخنين قد تكون هذه الفرصة المناسبة أثناء الصيام، وما يعني يلوم أي أعراض بتصير بالنهار أو بنهاية النهار إنه هي ناجمة عن نقص الدخان أو نقص النيكوتين أو الكافي بشكل عام، لأنه بصراحة معظم هي فرصة مناسبة جدا. إذا أنا بحسن أمنع جسمي عن التدخين فممكن أستغني عن الدخان تماما، وهي دراسات عديدة. قد يكون جسمي معتمد على النيكوتين إذا كنت أنا من المدخنين يعني الشرهين جدا اللي ممكن مثلا أكثر من باكيت في اليوم، بس الأشخاص اللي بيدخنوا أقل من باكيت حتما بيحسنوا يوقفوا بدون أعراض انسحابية، بيستغلوا هذا الشهر وهالصيام لتوقف عن الدخان. صحيح. في نصيحة أخيرة حابة توجهها دكتور حسن لمستمعينا بخصوص صحة الجهاز التنفسي في رمضان؟ والله أنا النصيحة الأخيرة بالنسبة للجهاز التنفسي استعمال الماسكات اللي هلا نحن عم نستعملها للوقاية من الفيروسات والالتهابات، انتم استعمالها لأنه كمان بتوقي الأشخاص معهم ربو من الغبرة من الرطوبة من هالتغيرات الجو المرافقة، الالتزام بالأدوية المناسبة للرئة، وما كتير نتهم أي تغيرات في أعراضنا إنه هي ناجمة عن نقص نيكوتين ولا ناقص الكافي ولا بسبب التجفف، وإنما يعني هي أعراض طبيعية. نحن ونصيحة أخيرة عن فترة النوم، لأنه في علاقة كبيرة بين التنفس والنوم بشكل عام، وخاصة في الأيام القادمة بالعشرة الأخيرة بتلاقي في أشخاص ما بيناموا نهائيا، يعني لبعض صلاة الصبح ليناموا. نقص النوم من الشغلات اللي ممكن تأثر كمان على التنفس، أجهزة التنفس، وتخلي حالات الربو إلى الأسوأ. النصيحة الأخيرة بهالموضوع أنه على الأقل حاول أأمن 3 ساعات من النوم بين الإفطار والسحور بشكل رئيسي، بحيث أدخل في 2 cycles of sleep، يعني بحلقتين من النوم المتواصل، لأن جودة النوم تساعد وتحمي كمان الجهاز التنفسي. أكيد. شكرا لك دكتور حسن صابر أخصائي الأمراض التنفسية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص الأمراض التنفسية والصيام. شكرا لك دكتور. الله يسلمك. الله معك. مع السلامة. مثل ما ذكر الدكتور حسن أن الجهاز التنفسي يتأثر إيجابيا ترى بالصيام. الصيام فترة ذهبية عشان جسمنا كامل يتجدد، خلايا الجهاز التنفسي، خلايا المعدة، خلايا الدم كلها تتجدد خلال فترة الصيام، لأن الجسم ما يكون مشغول بالهضم، الجهاز التنفسي ما تدخل السموم عن طريق التدخين. فهذه بعد رسالة لكل شخص مدخن يفكر أن يقلع عن التدخين أو حتى ما يفكر يقلع عن التدخين، فرصتك هذه بما أنك أنت صايم طول اليوم وما تدخن، توجه إلى عيادات الإقلاع عن التدخين موجودة في قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، من غير موعد من غير تحويلة. سير دز الباب وادخل عليهم، قول لهم شوف الطبيب، تأكد بس من مواعيد متى موجودة العيادة هذه، سير قابل الطبيب دردش معه. بس حتى أنا رد أقول حتى أنت مو ناوي تقلع عن التدخين، أنت تقول أنا مرة وعلي مرضى يقول دكتور أنا ما بأقلع، قول له مو مشكلة مو لازم، سير فقط دردشة مع الدكتور، الأطباء هناك رائعين، بتحس كأنه سوالف، بيسألك شو عن عادتك في التدخين، سوالف كانت تسولف مع ربيعك مو كأنه طبيب، بيسولف بياخذ عنك معلومات. وإذا أنت حاب ممكن تاخذ منه الموعد الثاني. بعض الناس ما تبى تقلع عن التدخين لأنها تتوقع أنه شيء جدا صعب ومستحيل يقلع عن التدخين، فهذا هالشيء خليهم هم ما يكونوا مجربين ترى من قبل أو مجربين بطريقة عشوائية. ترى لما تأتي تقلع عن أي عادة كانت، التدخين، الكوفي، السهر، أيا كانت هذه العادة اللي أنت متعود عليها، إذا سويتها بطريقة عشوائية من غير ما تخطط لها راح تلاقي صعوبة كثيرة. مثلا أنا قلت بداية رمضان أن أنا بديت أخفف من تناول القهوة قبل رمضان مدة 3 أيام أو يومين، بأني أأخر أول كوب قهوة للساعة 11 أو 12 الظهر، بالتالي أريح جسمي من
أعود جسمي أن هذه الكمية من الكافيين تدخل أول الصبح ما تكون موجودة، بالتالي ما أتعب في الصيام. والحمد لله هذا أول رمضان يمر علي من غير ما يصداع نصفي في أول يوم من رمضان، لأن خففت من القهوة تدريجيا بطريقة مدروسة. فكل شيء كل طبع أو عادة نبغى نعدلها يجب أن تكون طريقة مدروسة. حتى أو التدخين واحدة من هذه خلينا نقول العادات اللي يجب أن تخطط لها بشكل سليم، ووجود المختصين في عدة الإقلاع عن التدخين في الصحة البي هم موجودين لمساعدتك. سير اتكلم معاهم، شوف شو الخيارات الموجودة لك. يعني في ترى وايد من المدخنين يقدرون يقلعون عن التدخين بس بالاستشارة، بالكلام، يسمونه الكونسلينج. يعني ما يحتاج الدكتور يعطيه دواء، لصقات، حبوب، ما يحتاج. ما شاء الله يكون المريض عنده إرادة جدا عالية، لكن يحتاج الدعم النفسي، يحتاج مثلا لما يحس انه بيضعف ويبغى يرد يدخن مره ثانيه يحتاج حد يكلمه يقول له، يعني يلهي عن موضوع انه يرجع يدخن مره ثانيه. ودائما نقول عشان تنجح في الاقلاع عن التدخين دائما ابتدي بكسر العادات المرتبطه بالتدخين. انت متعود تدخن مع ربعك في كوفي شوب معين، انت متعود ان تدخن مع فنجان القهوه والجريده اول الصبح، اكسر هذه العادات في البدايه. لان إذا تميت تسوي نفس هذه الأشياء، مثلا تروح نفس الكوفي شوب أو نفس المقهى اللي أنت متعود عليه مع ربعك وأنت تبغى تقلع عن التدخين، تلاقي الكل يدخن ونفس القعدة ونفس الأجواء اللي أنت تدخن فيها، راح يكون عليك صعب جدا تقلع عن التدخين. أو مثلا فنجان القهوة الصباحي مع الجريدة مع السيجارة، ارتباطهم مع بعض يخليك أنت صعب جدا تكسر هذه العادة. ووقت ما تاخذ هذا القرار الجميل بالإقلاع، أي وقت تحس أن أنت يعني تبغى تدخن، ممكن تمارس رياضة، تشغل نفسك بشيء ثاني، تتكلم مع أحد من أصدقائك، مو أصدقائك المدخنين، أصدقائك غير مدخنين. لا تتكلم أصدقائك المدخنين كيف بيقول لك دخن، لا سوي لك أصدقاء غير مدخنين. لما تحس عمك تضعف دق لهم تليفون وسولف معهم عشان يدعمونك نفسيا في المرحلة. ترى الإقلاع عن التدخين يا جماعة أمر نفسي أكثر منه عضوي، أكثر منه أرد أقول أكثر منه عبارة عن أدوية وحبوب ولصقات وكل هالأشياء، الأدوية اللي تستخدم موضوع نفسي في الدرجة الأولى، فتحتاج دعم نفسي من الناس اللي حوالينك، من أصدقائك، وأكيد من طبيبك. إحنا وصلنا لختام برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. إن شاء الله كنا نخفف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية. كان معي في الإخراج يوم وائل قواسمة، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، وشكرا لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي اللي يعدون فقرات صحة وسعادة كل يوم. أنا إن شاء الله ملقاكم بالحياة الأسبوع الجاي. صحة وسعادة.